السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما بلش بهذا الفيديو، صلوا على النبي واذكروا الله. بهذا الفيديو بدنا نشرح حل لمشكلة عدم استقبال رسائل الجيميل. نعم، احنا بنلاحظ انه ما عم يصل شيء على الجيميل، مثلا رمز الفيسبوك او اي رسالة بتجينا، ما عم نفتح ما عم نلاقي رسائل عم تجي. فراح نقوم بحل هي المشكلة بكل بساطة. الحل بسيط جدا، لهيك ابقوا معي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا فيكم من جديد. مثل ما ذكرنا، راح نقوم هلا بحل مشكلة عدم وصول رسائل الجيميل على هاتفنا. طبعا قبل ما تابع شرح الحل، بتمنى منكم اول شيء انه تدعموا قناتي هي لحتى توصل الى 1,000,000 مشترك. نعم، انا هدفي هلا هو الوصول بهي القناة الى 1,000,000 مشترك. لهيك اخي، بتمنى منك انك تكون انت من بين الأشخاص اللي ساعدوني للوصول إلى 1,000,000 مشترك. أتمنى أن تفعلوا زر الجرس أيضا أسفل الفيديو. طبعا أول حل نحن راح نقوم فيه هو ندخل إلى تطبيق الجيميل على هاتفنا. بعدها فوق بالأعلى الخيارات، هي 3 إشارات هون على اليمين، ببس عليها راح انزل للأسفل إلى الإعدادات. الإعدادات راح أكبس عليها. طبعا هون راح أختار أنا البريد اللي أنا ما عم بستقبل عليه رسائل، يعني بطلع لي كل الجيميلات الموجودين. طبعا أنا راح أنزل للأخير، راح ألاقي شيء اسمه مزامنة جيميل. هون لازم أتأكد إنه مزامنة جيميل يعني مفعل. هذا الخيار محطوط قدامه إشارة تحت أيام المزامنة، بنحطها نحن 30 يوم. هاي أهم شغلة، هاي الخطوة الأولى. نطبق الخطوة يعني على الجيميل يلي نحنا بدنا اياه نستقبل عليه رسالة. طيب، ثاني خطوة نحنا رح نتوجه الى الضبط في هاتفنا، الضبط او الاعدادات. طبعا بعدها رح ننزل الى التطبيقات او مدير التطبيقات على حسب نوع الهاتف. التطبيقات، وهون انا رح ابحث عن الجيميل يعني بهذا المكان. هاي الجيميل هون انا راح افوت عليها، راح احط ايقاف اجباري، بتكون فوق او تحت الزاوية ايقاف اجباري، بحط موافق. وايضا بدي فوت انا على مكان التخزين، ضروري فوت على مكان التخزين واعمل هون مسح البيانات. مسح البيانات بتكون فوق او بالاسفل، بحط مسح البيانات وبحط موافق وبطلع. وهيك لازم تنحل المشكلة. وإذا ما انحلت، أنا بدل عندي خيار واحد لازم أتأكد منه، إنه يكون في مساحة ذاكرة كافية بالهاتف. أنا بدخل إلى ملفاتي وبتأكد إنه المساحة بدها تكون أكثر من نصف جيجا في الهاتف. أقل من نصف جيجا فارغة، فما راح توصل للرسائل. تفرغ ذاكرة من الهاتف وتنحل المشكلة نهائيا. أتمنى أن يكون أفادكم هذا الفيديو.